ठीक है आओ मेरे पास مع فضاءات السعادة سباق ابتداء من 10,000 درهم وكتهديكم كوزينة مجهزة أسعد الله أوقاتكم مشاهدي قناة شوف تي في وأهلا بكم في قراءة لأهم الصحف الصادرة لهذا اليوم ونستهل رصيف الصحافة الجمعة من جريدة المساء التي عنونت الخبز يختفي من أسواق الجهة الشرقية حيث شرع أرباب المخابز فعليا في تنفيذ تهديداتهم بالإضراب أمس الخميس حيث قررت النقابات التابعة للجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالجبهة الشرقية التوقف عن العمل وإغلاق المخابز في انتظار أن تنضم إليها باقي المخابز في إضراب وطني سينظم خلال الأسبوع المقبل وقال الحزين أزاز رئيس جمعية الوطنية لأرباب المخابز إن المخابز متوقفة عن العمل بمجموعة من المدن الشرقية وعلى رأسها بركان وأحفير ومرتيل موضحا أن المخابز بمدينة تنغير عقدت اجتماعا مطولا مساء أول أمس للأربعاء دام إلى منتصف الليل وتم الاتفاق خلاله على تأجيل الإضراب إلى وقت لاحق وإلى صحيفة أخبار اليوم فقد كشف إدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في إعلان شبه رسمي أن الحكومة ستسعى رفع سن التقاعد إلى 62 سنة في 2015 ثم رفع السن بستة أشهر كل سنة إلى حدود سنة 2020 وبالموازاة مع ذلك تضيف أخبار اليوم التي أوردت الخبر ليوم الجمعة أنه سيتم رفع مساهمات الموظفين والدولة بصفتها مشغلة بنقطتين لكل طرف كما ستتم مراجعة احتساب المعاش باعتماد معدل السنوات الثمان الأخيرة وليس راتب آخر سنة للتقاعد والمثير تضيف الجريدة أن بعض أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبروا عن مخاوفهم من أن تتحمل الحكومة وحدها هذه المسؤولية وإجراء المكلف من شأنه أن يهدد شعبية الحزب وذهب البعض إلى حد القول أن الحكومة الحالية يمكنها أن تفعل ما فعلته الحكومات السابقة وتترك المشكلة لحكومة لاحقة خاصة أن الحل سهل وغير مكلف سياسيا للحكومة وهو عدم اتخاذ أي إجراءات حالية وضخ مليار درهم في ميزانية الصندوق في أفق 2016 وبعدها تأتي حكومة أخرى لتواجه مصير الصندوق المهدد بالإفلاس لكن هذا خيار ستكون له كلفة غالية صحيفة الأحداث المغربية أشارت إلى اشتعال فتيل الأزمة مجددا بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وبين نادي القضاة بسبب ارتداء البدل القضائية والتظاهر بها يوم غد السبت عقب قرار المكتب التنفيذي لنادي القضاة الذي قرر لأول مرة الاحتجاج بهذه الطريقة الرميد وصف موقف نادي القضاة المغرب بالتظاهر بالبدلات التي يرتديها القضاة خلال الجلسات وبالموقف المرفوض بشكل مطلق على اعتبار أن حرية التظاهر بالنسبة للقضاة تبقى مقيدة بواجب التحفظ والأخلاقيات وعلى اعتبار أن الخصوصية التي تتمتع بها مؤسسة القضاء لا يليق بالقضاة معها أن يقفوا في الشارع بالبدلة الرميد الذي استعان برأي مسؤولين القضائيين في المملكة في نازلة التظاهر بالبدل اعتبر أن تصعيد نادي القضاة هو تسخينات وتحضيرات للانتخابات المهنية التي ستجرى بمناسبة إنشاء السلطة القضائية لتحقيق أهداف انتخابية محضة لا علاقة لها بما هو معلن والظهور بمظهر المدافع القوي عن القضاء نفس الجريدة تحدثت عن اتهام نائبة حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي محسوبين على فريق العدالة والتنمية بتهديدها في سلامتها الجسدية فيما رد خالد بقرعي عضو فريق البي جي دي بأن الأمر مجرد اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة مساء أول أمس الأربعاء خلال جلسة مصادقة على قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمجلس النواب وفيما كان أحد نواب البام يدلي بمداخلته حول تعديل تقدمت به الحكومة على القانون المطروح للمصادقة صدرت بعض التعليقات والقهقهات من لدن بعض النواب وهو الأمر الذي أثار حفيظة نواب حزب الأصالة والمعاصرة لتتطور الأمور إلى ملاسنات حادة وتبادل للاتهامات بين كل من أعضاء فريق البام وفريق حزب رئيس الحكومة وننتقل إلى جريدة الصباح التي وضعت في الواجهة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران حيث رد المغرب على طلب إيراني بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
اشتراط الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من جديد، مشددا على أن فتح السفارة الإيرانية بالرباط لن يكون على حساب الأشقاء العرب، في إشارة إلى موقف المغرب الداعم لكل من البحرين والإمارات في مواجهة تحرش الجمهورية الإسلامية. وكشفت مصادر دبلوماسية لجريدة الصباح التي أوردت الخبر خبر اليوم أن وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار تلقى بداية الأسبوع الجاري اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحة أن الوزير المغربي ذكر الوزير الإيراني بالأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات بين الرباط وطهران سنة 2009، في حين أكد ظريف حرص بلاده على عودة علاقات إيران مع المغرب إلى سابق عهدها. ونختتم من يومية الأخبار التي تطرقت إلى التحرش بالمتدربات بالقناة الثانية، فقد صرح عضو من مكتب النقابة بالقناة أنه تم تكوين لجنة للتحقيق في الموضوع تتكون من أطر بالقناة للبث في الموضوع. وعن موقفه من الحادثة أوضح العضو النقابي نفسه أنه واضح وسيتم التعامل مع الأمر بجدية من شأنها أن تكشف الحقيقة للجميع، ولا موقف محدد اتجاه أحد إلا بعد الحصول على المعطيات وتحديد المسؤوليات. وعن نوعية وأشكال التحرش الذي تتعرض له المتدربات داخل القناة أفاد مصدر رفض الكشف عن اسمه أن الأمر يتعلق بمساومات تتوزع بين طلب رشاو أو مطالبة المتدربة بمرافقة المعنيين للسهر والمتعة كشرط لقبول طلب التدريب. نهاية جولتنا في رصيف الصحافة لهذا اليوم، شكرا على المتابعة، في أمان الله.